التعصب في أتفه المواقف والنرفزة، تأنيب الضمير، خسارة أصدقاء، عدم القدرة على البكاء، يا نهار السوخ، دي كلها حاجات أنا بعملها وأنا مريض نفسي ولا إيه؟ إيه ده؟ تعبت؟ أنا لازم أروح دكتور. ازيكم يا جماعه، معاكم احمد حسن من قناه ليرن ديفرنت، والنهارده هنتكلم عن علامات المرض النفسي. علامات مرض نفسي ايه يا ابني؟ انت جاي تجننا؟ مرض نفسي وانت مالك انت بمرض النفسي؟ طبعا انتوا متوقعين ان انا هقلب دكتور نفساني دلوقتي في نفسي. لا، انا مش دكتور نفساني خالص، ولا انا لي علاقه بالكلام ده. كل الحكايه ان انا هتكلم عن حاجات من وجهه نظري انا الشخصيه. كل انسان مننا جواه مشاكل وعنده اضطرابات من جواه هو في نفسه، فالحاجات دي بتبقى بنسب مختلفة. يعني في حد بتبقى النسبة دي عالية عنده، في حاجات بتبقى النسبة دي قليلة عنده، في حد بتبقى النسبة عنده وسط ومعتدلة، فكل الناس بتتفاوت عندها النسب دي، لكن كلنا عندنا مشاكل وكلنا عندنا اضطرابات. ده طبعا بسبب ان احنا عايشين في حياة مش سهلة، حياتنا صعبة وفيها حاجات كتير جدا بتقابلنا، مواقف يومية ومشاكل، فالحاجات دي بتخلي ان احنا بيبقى عندنا اضطرابات جوانا، وده شيء طبيعي جدا وده شيء عند كل الناس. بس لازم احنا نشتغل على ان الاضطرابات دي ما تعلاش قوي جوانا فتسبب لنا مشاكل نفسية او تسبب لنا مرض نفسي لا سمح الله او لا قدر الله. فالنهاردة هنتكلم عن بعض الحاجات اللي موجودة عند معظم الناس طبعا بنسب متفاوتة زي ما انا قلت، ونحاول نشوف ايه الحل المناسب لكل حاجة من الحاجات دي، وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة. اول علامة معانا من علامات بداية ظهور المرض النفسي على الشخص، وهي التعصب من أتفه المواقف والنرفزة من أقل كلمة. في بعض الناس ما بتقدرش تتحكم في أعصابها، بس لو فكرت اللحظة كده يا أخي، إن أنت لما بتتعصب وتنرفز بتقول كلام بيجرح اللي قدامك ويضايقه، وأنت لما بتحس إن اللي قدامك اتضايق من كلامك أنت أول واحد بيتضايق. طب ليه؟ طب أنت ليه تحط نفسك موقف زي ده؟ ما تحاول بقدر الإمكان على قد ما تقدر إن أنت تمسك لسانك. لما تبقى متعصب ما تتكلمش، اصبر شوية لحد ما تهدى وبعدين يبقى اتكلم. ساعتها صدقني كلامك هيختلف وهيبقى ليه تأثير مختلف تماما عن لو اتكلمت وانت متعصب او متنرفز. تاني حاجة معانا وهي ادمان التفكير في الذكريات السيئة والمستقبل بأدق تفاصيله. تلاقي الواحد يبقى في عز فرحه في عيد ميلاده واصحابه عاملين له عيد ميلاد جميل قوي ولطيف، وجايبين له تورته وجايبين له شمع وهابي بيرثداي تو يو وقصص كبيره قوي، وفجاه كده تلاقي الشخص ده ساهم كده وحزن في نفسه. يجي صاحبي يقول له مالك يا ابني، يقول له مفيش يا ابني، ايه اللي مضايقك؟ مفيش. نزل عليه الحزن والهم كده فجاه، يا ابني ازاي تحزن في يوم زي ده؟ يا ابني ده عيد ميلادك يا حبيبي، ازاي تحزن يوم عيد ميلادك؟ حرام عليك، نفسك عليها، نفسك ليها حق عليك. حرام انك انت تضيع لحظاتك الجميله في انك انت تفكر في ذكريات ضاعت خلاص، او تفكر في المستقبل اللي انت لسه مش عارف اذا كان جاي ولا لا. انا ما بقولكش ما تفكرش في مستقبلك وما تبنيش مستقبلك وما تكونش نفسك، لا، ابني مستقبلك وخليك طموح وخلي عندك اهداف مستقبليه، بس ما تخليش الحاجات دي تعميك عن انك تعيش لحظتك اللي انت فيها دلوقتي. الحاضر اللي انت فيه ده هو اللي هيبني مستقبلك، هو ده البناء الحقيقي لمستقبلك، لو ضيعته مش هيبقى ليك مستقبل. فارجوك مهما كنت بتفكر في المستقبل اوعى تنسى الحاضر، اوعى تنسى الوقت اللي انت عايشه دلوقتي، لان هو ده احسن واسعد ايام حياتك. تالت حاجة معانا وهي البعد عن التجمعات والزحام والصوت العالي. هو ده مش وحش في بعض الاحيان، بس مش طول الوقت تبقى قاعد لوحدك، مش طول الوقت تبقى مع نفسك، انت محتاج ان انت تكون علاقات اجتماعية بينك وبين الناس. اصل انت مش فاهم ان المهارات الاجتماعية دي او مهارات التواصل بينك وبين الناس دي مهارات مكتسبة، يعني حاجات بتحتاج تتدرب عليها وبتحتاج تتمارسها طول الوقت علشان ما تنساهاش، علشان ما تفقدهاش. فلو انت قعدت منعزل عن الناس فترة طويلة جدا، ده هيخليك ان انت مش عارف تكون علاقات اجتماعية سليمة، مش عارف يبقى عندك مهارات تواصل سليمة، مش عارف يبقى في قناة اتصال وحوار بينك وبين الناس اللي حواليك، وبالتالي يبقى في فجوة كبيرة جدا بينك وبين بقية افراد المجتمع اللي انت عايش فيه. فرجاء حاول تخلي وقت ليك لوحدك وتعيش فيه مع نفسك، بس خلي وقت تاني تعيشه مع الناس، مع اهلك، مع اصحابك، مع زمايلك في الشغل،
مع الناس اللي حواليك بشكل عام. ملازمة الصداع من أي مجهود نفسي جسدي وعصبي. تلاقي الواحد من دول قاعد سرحان وبص عليه تلاقي رجله عمالة ترعش. يا ابني اهدى يا ابني اركز، انت ليه عمال تعمل كده؟ الحركة دي بتوترك وبتوترنا احنا كمان معاك يا ابني، حرام عليك، ليه بتعمل كده؟ هدي نفسك وحاول ما تعملش مجهود انت مش محتاجه. انت الحركة دي بتخليك بتتعب جسمك وبتخلي جسمك يبذل مجهود وانت مش محتاج تعملها اصلا. هو انت يا مثلا لو ما عملتش كده مش هتعرف تفكر؟ دي حاجة انت اللي بتخترعها من جواك، حاجة ملهاش اساس من الصحة. انت لو عايز تعمل اي حاجة هتعملها من غير متلازمة معينة. افقد المتلازمة وما تخليش حاجة تبقى لازمة ليك طول الوقت موجودة معاك ما تسمكش. لازم تبعد عن المجهود اللي بيهدر صحتك ونفسيتك ويتعب اعصابك زيادة. ترك العبادة بدون الشعور بالذنب. فعلى قد ما تقدر حاول تلتزم بقدر الامكان بتعليم الدين اللي انت معتنقه. فلو كنت مسلم حاول بقدر الامكان انك تصلي. مش هقولك بقى البس الجلابية وربي دقنك والسبحة في ايدك وانزل على طول صلي الفرض بفرضه في الجامع وقف في الصف الاول. مش هقولك اعمل كده. لو قلتلك اعمل كده ممكن تعمل كده في الاول وتاخدك الحماسة وبتاع، يوم مع التاني هتلاقي نفسك تعبت ومش قادر تكمل وهتزق وهترجع لأسوأ مما كنت في الاول. لكن اللي انا هقوله لك انك ابدأ بالتدريج، درك كل حاجة في حياتك. يا عم ابدأ الاول صلي فرض واحد، صلي الظهر، بعد كده الفرض ده يبقى فرضين، صلي الظهر والعصر، بعد كده بقى ثلاثة، بعد كده يبقى أربعة، بعد كده يبقوا خمسة. مش قادر تصلي الفجر ما تصليش الفجر في الأول، بس درب نفسك بعد كده إنك تصحى تصلي الفجر. فما تعملش حاجة مرة واحدة، خد كل حاجة تدريج واديها وقتها اللي تستحقه. تأنيب الضمير بدون أي سبب. تلاقي الواحد من دول طول الوقت لو تصرف في موقف معين يجي يقعد مع نفسه كده يفكر، انا ما كانش المفروض اعمل كده، لا انا كان المفروض اتصرف التصرف ده وما اعملش ده، لا انا كان المفروض ان انا اكل كشري ما اكلش كبده. يا ابني وخلاص اللي انت عملته ده ما هو في الماضي وخلص خلاص وارتحنا منه. انت ركز في اللي جاي بقى، سيبك من اللي فات، خلاص اللي فات ده مش هنعرف نغيره، اللي فات مات خلاص. ركز بقى في انك انت تصلح في اللي جاي. لو ارتكبت غلطه معينه فكر ازاي تصلحها بعد كده، ازاي تتجنب انها تحصل تاني في المستقبل. لكن اللي فات فات خلاص، ما تعودش تأنب ضميرك عمال على بطال، عشان انت لو عملت كده ضميرك هيموت، ما انت هينحس من كتر ما انت عمال تأنبه وتأنبه وتأنبه. خلي تأنيبك لضميرك حاجه تستحق. يا اخي انت لو عندك طفل صغير وعمال تضربه طول الوقت وكل شويه على اقل حاجه وعلى اكبر حاجه تضربه، جيتته هتنحس ومش هيفرق معاه الضرب بعد كده. لكن لما يعرف ان انت مش هتضربه الا على حاجه كبيره، ساعتها هيبقى التاثير بتاعها كبير جدا، ويوم ما هتضربه او تمد ايدك عليه هيعرف انه عمل حاجه كانت فعلا تستحق. دايما عزز تانيبك لنفسك. ما تانبش نفسك وما تانبش ضميرك غير على الحاجه اللي فعلا تستحق. شرب كميات كبيره من الكافيين بصفه مباشره. كلنا بنشرب قهوه وكلنا بنشرب شاي، كلنا يعني الناس كلها، مش انا الحمد لله لا بشرب شاي ولا بشرب قهوه ولا بشرب نسكافيه ولا معود نفسي على الحاجات دي. ممكن اشربها تفريح يعني، بحبها ساعات وبحب ان انا اشربها، بس مش طول الوقت. يعني مش لازم طول ما انا قاعد كده اشرب فنجان قهوه، اشرب شاي، اشرب نسكافيه، اشرب مش عارف ايه. مش متعود على كده. اشرب قهوه بس مش لازم تشرب 3 4 فناجين في اليوم. اشرب شاي بس مش تشرب لي 7 8 كوبايات في اليوم. اشرب يا اخي بس على قدك، يعني واحدة اتنين مش اكتر من كده. لان الحاجات دي زي ما هي بتعمل لك حالة من السلام النفسي او بتبسطك او بتعدل مزاجك، بس هي كمان بتضر صحتك وانت مش حاسس. فصحتك دي ليها عليك حق، لازم تديها حقها علشان ما تقعش في السكة. خسارة اصدقاء بدون اي مبرر او سبب. تلاقي الواحد من دول يبقى مزاجه مش رايق، او صاحي النوم مثلا معكنن كده، ولا في حاجه مضايقاه، ولا صاحي مقرف، او حصل له اي موقف ضايقه، ويبص في الموبايل بتاعه كده يلاقي رساله واتساب. انت بتسالش عليا ليه؟ بتسالش عليا ليه؟ انت صاحبني يا بلوك. تلاقي واحده صاحبتك بتكلمك في التليفون، ايه ده وحشتيني يا بنت، ما تساليش عليا ليه؟ وحشتيني قوي، عايز اشوفك. شوفيني شوفيني ايه وانا طايقاكي، بلوك. تقعد بقى تبلك في الناس. ما انت يا ابني لما تقعد تعمل بلوك لده ولده ولده، وانت تقعدي تعملي بلوك لدي ولدي ولدي، ما انت كده مش هيبقى عندك اصحاب، وانت كده هتقعد مقطوع من شجره وحيد يا عيني، هتبقى سولو يا ابني. طب ليه كده؟ طب ليه؟
وحاول طول ما انت متضايق او غضبان ما تاخدش قرار او ما تاخدش موقف تندم عليه بعد كده. عدم القدرة على البكاء والفضفضة والتزام الصمت. صمتنا وعدم كلامنا ده اختيار مش عدم مقدرة. انا مش قادر اتكلم، لا انا مختار ان انا مش عايز اتكلم، لكن لو بدأت ان انا اتكلم صدقني هرتاح، وخصوصا لو اخترت الشخص الصح اللي انا اتكلم معاه، الشخص اللي قلبه عليا فعلا، الشخص اللي بيحبني بجد، مش شخص هيسمعني عشان يشمت فيا، ولا شخص هيسمعني عشان يروح يخرج اسراري بره. ما انا لازم برضه اختار الشخص اللي اتكلم معاه. لو لقيت الشخص ده وجالي الحد عندي وقال لي مالك، ما ينفعش اتردد واقول له ماليش، ما ينفعش ما احكيلوش. لو حكيت له هكسب كتير جدا، ولو ما حكيتلوش انا الخسران. وفي اخر الحلقه هقول لك سلامتك وصحتك النفسية هي أهم حاجة في الوجود. مفيش أي حاجة في الدنيا، لا مال ولا أهل ولا أصحاب ولا أبناء ولا أي حاجة في الدنيا هتنفعك لو ما كانش عندك صحة وسلامة نفسية. ابدأ صلح نفسك وحافظ على سلامة نفسك علشان تقدر تعيش حياتك ليك وللناس اللي حواليك.